65% من المتعايشين مع السيدة يجهلون إصابتهم بالمرض. هكذا تكلمت الأرقام التي كشفت أيضا أن 1100 مغربي توفوا العام الماضي نتيجة الإصابة بالفيروس. معطيات سلبية لا تخفي أن المغرب كسب جولات مهمة في حربه ضد المرض، حيث نجح خلال الأعوام الماضية في تقليص عدد الإصابات الجديدة بنسبة مهمة، وذلك بفضل تأمين العلاج بالمجان لجميع المرضى في 16 مركزا مرجعيا على امتداد التراب الوطني. الأدوية اللي هي لا تريثيرابي أنتي ريتروفيرال اللي كيعرفوها جميع المعنيين كتوفرها وزارة الصحة بالمجان، ولكن المشكل هو الولوج للكشف. خصنا نقوموا بتشخيص ذاك الأشخاص المتعايشين. ملي كنشوفوا التصريحات والتقديرات كيبينا بأن واحد العدد كبير ما كيجهل الإصابة ديالو، وهذا هو المشكل، لأن مادام ذاك الناس كيجهلوا الإصابة ديالهم إذا ما كياخذوش الدواء، ما كيستعملوش وسائل الوقاية، وكيبقى هناك انتشار للوباء. قبل نحو عقدين من الزمن تبنى المغرب العلاج الثلاثي لولا أن كلفته كانت باهظة، قبل أن يعمد إلى استخدام الأدوية الجنيسة التي مكنت من تخفيض قيمة الدواء بنحو 60% عام 2004. بعد ذلك توالت الخطوات في شكل شراكات ودعم مالي من عدد من الجهات توجت بتمكين كل المرضى من الدواء وبالمجان. إنجاز تقول جمعية محاربة السيدة بأن جهودها في الترافع والإقناع كان حاسما في تحققه. رغم أننا احنا دولة ما عندناش واحد نسبة كبيرة نتاع تشتي يقول له المصابين، قدرنا نجيبوا الدواء بثمن قدرات الدولة المغربية أنها تخلصوا، وترافعنا على أنها تخلصوا. بطبيعة الحال تفاوضنا وترافعنا مع وزارة المالية وغيرها باش ننزلوا من الأثمنة نتاع الطاكس إلى غير ذلك، حتى أصبح العلاج الثلاثي مجانا لكافة المرضى المغاربة. تأمين الدواء ليس سوى واحدة من مستويات التكفل بمريض السيدة، حيث يلزم ذلك الوصم والرفض الذي يمارسه المجتمع في حق مريض السيدة يلزم المتكفل بالمريض بتوفير الرعاية والمرافقة النفسية، بل وحتى الدعم السوسيو اقتصادي للعديد من المرضى. أن في التكفل خص يكون واحد الشق سوسيو بسيكولوجي نفسي ومرافقة لهاد الناس باش يمكن لهم يبقاو تيديروا الدواء، خاصة أن هاد الدواء هو طيلة الحياة. اليوم المرض أصبح مرض غير مميت، هو مرض مزمن ككافة الأمراض، ولكن يتطلب واحد التربية علاجية وغيرها من الأشياء، ومن هنا تيجي الدور نتاعنا احنا في هاد المسائل الأخرى. مقاربة متكاملة شاملة حلت أو تكاد مشكل الولوج للعلاج، لكن المشكل الذي استعصى تجاوزه وما يزال ذاك المرتبط بالولوج للكشف. دير التحليل راه كاين الحل، هو الشعار الذي اختارته وزارة الصحة لسادس حملاتها الوطنية للكشف عن السيدة. النقاط ديال الكشف اللي هي كتكون في المصالح الصحية الأولية لي سونتر سونتي ولا سبيطار الحومة بالدارجة العامة ديالنا، وكاين حوالي أكثر من 820 مركز اللي كيوفر الكشف الآن، وكذلك كنشتغلوا مع منظمات المجتمع المدني، لأن فيه هناك فئات اللي كيكون عندها صعب عليها الولوج للمراكز ديال الوزارة، فكتولج للمجتمع المدني لا سيما وأنهم عندهم برامج الوقاية عن قرب وكيعرفوا كيفاش يجيبوا هاد الفئات اللي هي أكثر عرضة للإصابة. بالكشف المبكر تحسم المعركة ضد السيدة، حيث يباشر المصاب بها تلقي علاج فعال لا يوقف زحف الفيروس فحسب بل يشل حركته. وإذا كان الطب قد قطع أشواطا هامة على درب قهر المرض القاهر، فإن الحرب ضد التمثلات والمواقف ما تزال في بدايتها، وهي التي تبقي توصيف المرض الفتاك لصيقا بالسيدة حتى إشعار آخر.